يمكن سؤال متأخر، بس دكتورة سحر، ايه هو العلاج التكاملي؟ العلاج التكاملي الوظيفي اللي هو احنا مش بنبص نستنى ان المصيبة تقع ونعالج، احنا بنتوقع لو في مشكلة عند هذا الشخص نتيجة التاريخ العائلي او التاريخ الشخصي، ونبتدي نتجنب ان حاجة تحصل في المستقبل. يعني انا مثلا اجيلك علشان انا ايه، عايزة عشان اشوف تتجنبي مشاكل المستقبل. الفكر كده. دلوقتي ما احنا في مصر بنقوم بنفول على نفسنا. نو 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 اه والله العظيم ثلاثة، احنا في مصر يا هقول ريت لك هذه حاجة، الثقافة تبقى موجودة. ثقافة اخش اجيلي كده اقول لك انا اعملي لي تيست ايه علشان تقولي لي ان انا ام جود، ايوه ان طبعا انا تمام. طبعا، هي ايه الفكره ما دام التحاليل مفصله. اه الفكره ان احنا، فكر ان انت تروحي للدكتور عشان انت عيانه، ده متاخر قوي. للأسف احنا عايزين نروح للدكتور عشان عشان ما نفضل نعياش، بالظبط بتدخل نفضل سلام. استباقي للمرض. بالظبط 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 كده. وبعدين بنتعامل مع المريض مش كحاجه كامله، في حاجه واحده اللي بايظه. احنا بنشوف ايه سبب الالتهاب ونعالجه، زي مثلا الجذور والأسنان، المعدة لو فيها مشاكل لازم تتحل. بنشوف إذا كان ما بينامش كويس يبقى ده ستريس على الجسم، يبقى والميلاتونين ما بيطلعش، كورتيزول ما بيطلعش، هنضطر إن احنا نعالج الأرق مثلا عشان انتي كل جسمك يتظبط. تخيلي هرمونات، الهرمونات مش مظبوطة. احنا معروف ان في هرمونات لما بتقل في وقت في سن مثلا المينوبوز، اليأس، او فعند بعض الرجال بعد شوية بيجي لهم هشاشة عظام، بيجي لهم التهاب في العظام، بيجي لهم مشاكل تانية كتيرة جدا، منها سوء الهضم، انا في ضعف ستات كتيره الذاكرة. جدا بعد المونوبوز بيتخنوا طبعا ويبتدوا يتعرضوا لانواع غريبه من الروماتيزم حقيقي. ووجع مفاصل ون ون ون، واحنا مش عارفين نعمل ايه. لا يعني هو في في السن حاجة، ده بيبقى في حاجات ستات كتيرة كتيره تتعمل، بتشتكي. في حاجات كتيرة تتعمل. أولها ان نص الستات بتعيش نص عمرها الاولاني بهرمونات والنص التاني من غير من هرمونات. غير هرمونات ما ينفعش بقى يبتدوا يتخنوا ويتعبوا ويتوجع ظهرهم في النص لمدة 40 الثاني اللي هو سنة. من غير بس من هو غير النص محاضرة. التاني جزء كبير من الاوجاع، اذا كنا نكمل بقى في النص التاني من غير هرمونات اه بيبقى الام عظم نتيجة للهشاشة، ليه بقى بيبقى في فقط مشاكل. الهشاشة؟ بيبقى في الهشاشه بقى بتعمل لك كرامبات في العضلات وبتعمل لك الام في المفاصل، وممكن تؤدي الى الخشونه بسرعه جدا. ولو ممكن يبقى عندك حاجه اسمها يعني ايروسيف اوسيو ارثرايتس، حاجه يعني حاجه دم يعني اوسيو ارثرايتس ده ضمور، لكن بيجي لك بطريقه شرسه، وخاصه لو انت عندك شويه هشاشه او شويه التهابات زياده، او عايشه بطريقه ستريس اكتر، او انت عندك بالانس بتاع جسمك مش بس مظبوط. الهشاشة جزء منها برضو ممكن طريقتي في الحياة، طبعا. ومنها الأكل والنوم والعصبية والضغط وقلة النفسي. الرياضة، وقلة طبعا الرياضة لازم العظمة دي عشان تشكل وتبقى قوية تشدي العضلة على العظمة، لازم ملهاش حل. ففي أنواع من الرياضة اللي لازم كل الناس تعملها، الستريتشنج اللي هم يخلوا العضلة دي ستريتش بتشد كده على القشرة وتشد كويس، زي مثلا اليوجا وحاجة اسمها بلاتيز، دي بتتعمل على أجهزة معينة، دي مش هتخليكي فيت بقى أو على وكارديو الأقل وكده. المشي المشي ده اي بي سي، أساسي. ده اول حاجه في الدنيا لازم الناس، وهو اضعف الايمان، لازم لازم نمشي 45 دقيقه كل يوم بلا اكسبشن من غير اي توقف. طب دكتور أشرف، مريض الروماتيزم بقى بأنواعه بقى طبعا، ماشي، ممكن تقول له نصيحة ايه علشان عينيه؟ واضح ان في لينك ما بين الروماتيزم والعين، نقدر نحافظ على عليها، متابعة، حاجات معينة لازم يعملها للعين عشان ما تخشش في كويس، احنا قلنا اهم حاجة عندنا اللي هو الجفاف، والجفاف ده حاجة تضر العين جامد جدا جدا. بدرجاته العالية طبعا، وبيعلى اكتر في الامراض اللي هي متلازمات. النصيحة ان احنا نعمل متابعة دورية للعين زي ما بنعمل متابعة عند الدكتور اللي هو الروماتيزم، لازم طبعا، وناخد الحاجات اللي احنا هنوصفها بقى، ما هنوصف حاجات بقى اللي هي القطرات اللي هي اللوبريكانتس او الجيل اللي هيتحط في العين عشان ما نسيبش العين تنشف، لان العين لو نشفت القرنيه هتتلف وهيحصل تناسقات زي ما حضرتك كنا مع موضوع الجوجرم ده ما بين الملتحمه بتاعه الجفن ومع الملتحمه اللي هي ده طبعا الجفاف مش حاجه مش حاجه مشكله لا معابره خالص، ده غير بتتقال. مش هبقى شايف كويس طبعا، بيبقى في بلوري فيجن مش هبقى شايف كويس. فهي كلها التركيبه عايزه ان واحد يكون، بس زي ما قلنا ايه،
خليك واعي بس شويه لنفسك. ايوه خليك واعي شويه لنفسك بالظبط كده. وده دايما احب ايه يعني ايه اريحه واقول مثلا ايه زورني في السنه مرتين اتنين، فانا هدي الدنيا شويه عنده. صح. مش هقول لك كل شويه، وزور الطبيب بتاعك برده مرتين كفايه في السنه، وامشي بس على العلاج وعلى نظام غذائي. ولو زهقت شويه من العلاج يعني طبعا هحط كل يوم فقلت طب حتى لو زهقت شويه ونسيت النهارده معلش كمل تاني وما تزهقش عشان تبقى كويس وملتزم كويس. زي ما قلت حضرتك كده احنا عندنا درجات للجفاف، وعندي درجه كمان ممكن العلاج ما ينفعش فيها، فانا عندي في حاجه اسمها البنكتم اللي هو المكان اللي هو بيصرف في الدموع ده، احنا ساعات بنقفله بنحط له حاجه اسمها اكلوجن بتقفله عشان احوش شويه الميه في العين اللي هم الافراز بتاع الميه. الافرازات العيون الدموع ده معناه خشونه؟ لا انا اقصد ان احنا عندنا في سيستم كده معقد ربنا خلقه عشان خاطر عشان خاطر ان هو ترطيب العين نفسها. وفي غدد المفروض انها بترطب العين كويس، والغدد دي اصلا الفانكشن بتاعتها اسمها الميبومان جلاندز دي بعد سن الفورت ال 45 واحنا طالعين الفانكشن دي بتقل شويه شويه تدريجي. هي لوحدها بتقل الوظيفه بتاعتها، بنعوضها بالقطرات او زي ما قلت بالحاجات اللي هي اللوبريكنتس عشان تعوض عندنا موضوع الجفاف. احنا استفدنا جينكو ومن الكفاح ان احنا لازم نروح للدكتور على سبيل الاحتياط كده مرتين، ده من ضمن الجهاد نروح باختيارنا بدل ما نروح مضطرين وتعبانين زي ما حضرتك قلت عشان ما نعياش. نروح للدكتور عشان ما نعياش، مش لازم نروح واحنا عيانين. ده معمول عشان كده نحط ده كده نروح عشان ما نعياش.